وعايز اعرف على الارض بقى حركه حماس في قطاع غزه ايه الارضيه اللي عندها، برضو شايف تصرفاتهم ازاي هذه الحركه واعضائها وتصريحاتهم لاي مدى بتسيء للقضيه الفلسطينيه وتسيء ايضا للعلاقه ما بين الشعبين. ويمكن انا كنت بسمع كلام الناس متضايقه، يعني يقول لك ايه بتقولوا فلسطيني مع انه ده من حركه حماس، فبالتالي ده ممكن يعمل مشكله وحاجه كده في يعني في العلاقات الطيبه اللي طالما جمعت ما بين الشعبين يا دكتور حاز. صحيح. اولا مساء الخير. مساء النور. ثانيا في مقدمه واجبه تفرض نفسها بعد المقدمة الطويلة التي سمعناها من أفضالك ومن سيادة اللواء. الأول هو أن لابد من التمييز ما بين الفلسطيني وما بين ابن تنظيم معين ونقصد به حركة حماس. مفهوم. الشعب الفلسطيني ليس حركة حماس، وحركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وليكن هذا واضح بشكل كامل. حين نتحدث عن حركة، عن تنظيم بعينه، نحن نتحدث عن عناصر هذه الحركة، عن الأعضاء، عن الأبناء التنظيم، والذين بما طبقا لسؤالك لا يتجاوز عددهم في تقديرنا لا يتجاوز 200,000 بالحد الأقصى من إجمالي المجموع العام، وبالتالي لا يؤخذ بجريرتهم الشعب الفلسطيني. الجزء الثاني، كما تفضلت، الشعب الفلسطيني ليس فقط يحب الشعب المصري ويحب مصر أرضا سماء هواء وكل شيء في تفاصيل مصر، الشعب الفلسطيني يحبه، وبالتالي من الصعب أن نجد فلسطيني يقوم بأي عمل عدائي ضد مصر أو مصري أو أي شيء له علاقة بمصر. من يقوم بهذا النوع من العمل يرتبط بأيديولوجيا معينة يفرضها عليه تنظيمه الدولي والفكر الذي يفرضه عليه انتماءه لهذا التنظيم. وبالتالي أنا أتفق مع سيادة اللواء في أن من يقوم بهذا العمل هو شخص ينتمي للأيديولوجيا، ملوش علاقة بالجنسية، يعني هو لا فلسطيني ولا مصري ولا ولا ولا. أعلن عن ده بصراحة من يومين، قال ما حدش أبدا يقدر ينكر أو يخلينا نغير من إخوانياتنا بالضبط وأيديولوجياتنا المشتركة اللي هو بيننا وبين جماعة الإخوان. يعني اسمحي لي أكمل. أنا هنا لا أتحدث باسم إسماعيل هنية ولا غير إسماعيل هنية. مفهوم. أنا أتحدث باسم ده باعترافهم هم شخصي. نعم، هو يقول أنه لن يفرض علينا أحد، هو وكل متحدثي حماس لن يفرض علينا أحد أن نغير أيديولوجيتنا. مين هم؟ حركة حماس وليس الفلسطينيين. الفلسطينيين كما قلت هم يحبون مصر، وأنا أقول ومصر تحب فلسطين. كما واختلطت دماء الفلسطينيين والمصريين على أرض الميدان في المعركة لأجل تحرير كرامة العرب سواء في فلسطين أو كرامة العرب في أي منطقة عربية أخرى. يعني هي مصلحة مصرية ومصلحة فلسطينية ومصلحة عربية بشكل كامل. اللي بيدخل في النص ليخرب هذا، لا لا لا، لا تحسب لا على فلسطين ولا تحسب على مصر، لأنه كما تقول أو كما يدعي البعض أو كما يعني كما هي الصورة في الإعلام أن من يقوم بهذا العمل فلسطيني، وأنا أرفض هذا الكلام. يمكن أن نقول أنه في واحد مصري كمان ذهب ونفذ عملية في مكان آخر. لا، لا أحب أن ندخل في مثل هذا. ليه؟ لأنه مصر تحب فلسطين وفلسطين تحب مصر، الفلسطينيون يحبون مصر والمصريون يحبون فلسطين. تمام. يجب أن نفصل، حماس دي لا تمثل نقطة الشعب الفلسطيني. طب. وحماس ليست الشعب الفلسطيني، نكون واضحين في هذا الأمر. كم عددهم؟ أنا قلت لأفضالك عددهم لا يتجاوز نسبة يعني ما بين 13 إلى 18% من إجمالي أصوات الناخبين داخل فلسطين. طب الإجمال الباقي بقى يعني مدى التأييد القبول؟ لا لا لا، للتيار الوطني. القصة واضحة، نأخذ نموذج لا يحبه أهل حماس. النموذج الذي صدر قبل عدة أيام بإحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وشبيهه الذي جرى في العام الماضي. في العام الماضي كان هنالك احتفال مركزي ضخم حشد له، فخرج أكثر من 1,200,000 حسب تقديرات الأقمار الصناعية، ومن أصل مجموع سكان 1,400,000 إلى 1,500,000، والبعض بيحب أنه يزود زي ما هو عايز. هم حرين. هذا يعني ما أريد الوصول إليه أن في نسبة أكثر من 70-80% من الشعب الفلسطيني خرجت تؤيد التيار الوطني، وفي نفس الوقت تعطي رسالة أنا ضد تيار حركة حماس.